أعلنت هيئة الطرق والمواصلات للمدارس وأولياء الأمور عن تعديل قانون النقل المدرسي في إمارة دبي، وذلك اعتبارا من بداية شهر أغسطس. بنعرف المزيد إن شاء الله من التفاصيل لهذا التعديل الجديد، ويسرنا أن يكون معنا بالاستوديو الأستاذ عيسى عبد الرحمن دوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور والعافية. كيف حالك ضيف؟ الله يسلمك عافية. يا مرحبا وسهلا فيك. وطبعا حابين أن تعرفنا حضرتك أكثر عن هذا القانون وشو المواد المضافة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2008 شهر 9 قانون النقل المدرسي. يعتني هذا القانون بتنظيم قطاع النقل المدرسي ويحدد المسؤوليات المناطة لأولياء الأمور وللمدارس والشركات المشغلة لقطاع النقل المدرسي. نعم. والحمد لله ومن هذا التاريخ حدثت حكومة دبي نقلة نوعية في قطاع النقل المدرسي. قبل 2008 لم يكن هناك أي قانون يشرع ولا ينظم قطاع النقل المدرسي، فأصبح قانون والحمد لله. عدلنا في كثير من المواصفات الفنية للحافلات، وأسندنا كثير من المهام والمسؤوليات على الشركات المناطة بهذا القطاع والمدارس أيضا. والحمد لله من 2008 حتى تاريخها لم تكن هناك أي حالة وفيات إلا حالة واحدة بسبب هذا النظام الذي أثرى كثير من أمور الأمن والسلامة لقطاع النقل المدرسي. نعم. طيب شو أهدافكم يعني من هذا التعديل؟ الهدف الرئيسي هي سلامة أبناء الطلاب. طبعا إحنا لما نحدد المواصفات الفنية ومواصفات الأمن والسلامة على الحافلات، هذا يعطي ثقة في أولياء الأمور بأن يجعلون مكان لأولادهم في النقل المدرسي. وطبعا النقل المدرسي يشكل نسبة كبيرة في حجم الحركة المرورية في إمارة دبي، فيشكل ما يقارب 16% من حجم الحركة المرورية. فنحن نشجع أولياء الأمور والمدارس من أجل استخدام النقل المدرسي، لأنه يقلل كثير من الزحام المروري والتلوث الناتج عن السيارات. فالحمد لله من عام 2010 إلى 2011 زاد عدد طلاب النقل المدرسي ما يقارب 28%. حاليا نحن ننقل 123,000 شخص على قطاع النقل المدرسي من خلال الحافلات، لأن أكثر أمانا وأكثر سهولة في الاستخدام. طيب إذا بنتكلم عن أهمية هذا التعديل أكثر. طبعا هذا التعديل نحن نطوره بشكل مستمر من عام 2008 حتى تاريخها. طورنا في القانون مرتين بما هو يتناسب مع احتياج أولياء الأمور واحتياج المدارس، ونعقد ورش بشكل سنوي في السنة مرتين نشوف شو احتياج الناس وأولياء الأمور والطلاب والشركات المشغلة من أجل تحديث على هذا النظام. والحمد لله في هذه الآونة الأخيرة أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الجرائد الرسمية وفي كثير من تقاريرها الصحفية بأن أحدثنا ثلاث معايير في الأمن والسلامة. المعيار الأول هو قللنا نسبة التضليل في الحافلات من نسبة 50% إلى 30%. كان القانون السابق على أساس أنه يكون أما ستاير أو تضليل 50%، ولكن من أجل أكثر لسلامة الطلاب فالآن القانون المعيار الجديد في تعديل القانون أصبح 30%. أما المعيار الثاني يتعلق بسلامة الطلاب على الحافلة، وهو إيجاد سبيد ليمتر محدد السرعة على حافلات النقل المدرسي. فالسرعة القصوى 80 كيلومتر في الساعة، واشترطنا أن يكون في النظام الجديد أن يكون في محدد لسرعة الحافلات. جميل. أما المعيار الثالث هو حددنا أن يكون مرشدين على متن الحافلات. جميع الفئات العمرية للإناث أن يكون في مرشد على الحافلة، وإذا المدرسة أو الشركة مشغلة ما التزمت هناك قوانين وتشريعات تخالف المدرسة التي لا تجعل على متن الحافلة مرشد يقود الطلاب ويوصلهم بشكل آمن. فهي المعايير الثلاثة اللي أصبحت جديدة في القانون، ونحن نحث المدارس والشركات المشغلة وأولياء الأمور يتعاونون مع هيئة الطرق والمواصلات من أجل أن نحن ننقل أبنائنا الطلاب بشكل آمن وسهل. أكيد إن شاء الله. طيب كيف ومتى بيتم إن شاء الله تطبيق هذا القانون؟ إن شاء الله بيبدأ تطبيق النظام من في العام القادم الجديد شهر 9 إن شاء الله. إن شاء الله. ونحن دائما ناخذ الأمور بتدريجيا حتى أن يكون النظام
يقبله الجميع. فنحن يعني مثل ما بدينا النظام من 3 سنوات، ولكن الحمد لله كانت بالفعل نقلة نوعية في دبي، والحمد لله الآن مجهود كبير حادث في الهيئة الوطنية للمواصلات بأن تقتبس من قانون هيئة الطرق والمواصلات من أن يكون نظام عام لجميع دولة الإمارات من أجل سلامة الطلاب. جميل، يعني إن شاء الله يوم بتطبقونا على شهر 9 مثل ما ذكرت حضرتك، هل بتطبقونا على جميع المدارس يعني سواء كانت حكومية أو خاصة؟ بيكون التطبيق على جميع المدارس، هناك تقريبا ما يقارب 224 مدرسة سوف يتم التطبيق على جميع المدارس التزاما بالقانون. طيب شو النتائج المرجوة يعني من تطبيق هذا القانون أو التعديل؟ نتائج ذكرت ان نحن هدفنا تحقيق هيئة الطرق والمواصلات هو تنقل آمن وسهل للجميع. القانون يعطي ويرفع معدلات السلامة على متن هذه الحافلات، يحدد مسؤولية كبيرة على المدارس وعلى الشركات المشغلة وأيضا أولياء الأمور. وفي هذا القانون نحن عندنا الآن حملة على المدارس ولأولياء الأمور بتوزيع الدليل الإرشادي لقانون النقل المدرسي، وأيضا حددنا فيه مسؤوليات أولياء الأمور والمدارس والشركات المشغلة لهذا القطاع. أكيد. إذا بتكلمنا أكثر عن التعديلات الفنية الجديدة يعني طبعا على حافلات النقل، ذكرت التعديلات الفنية اشترطنا أن يكون نسبة تظليل 30%، وأيضا نسبة فتح الزجاج للطلاب نسبة 10 سنتيمتر. هاي 10 سنتيمتر هي فيها السلامة للطلاب، ما يستطيع أن يخرج رأسه أو جزء من جسمه، ولكن في لا سمح الله المكيف اخترب أو شيء يكون في مجال للتهوية على متن الحافلة. حلو، أكيد. طيب مسؤولية المدارس حيال هذا القانون؟ طبعا مسؤولية المدارس مسؤولية كبيرة. نحن حتى تاريخها من عام 2008 حتى تاريخها دربنا ما يقارب 6500 سائق، وكان هذا التدريب مجانا على حساب هيئة الطرق والمواصلات من أجل رفع معدلات السلامة. دربنا أيضا ما يقارب 3500 مرشدة على اللي هم يقومون بإرشاد الطلاب ومساعدتهم في نزولهم وصعودهم للحافلة. فمسؤوليات مناطة أولا بالمدارس، ثانيا بالشركات المشغلة، أيضا بأولياء الأمور بأنهم يطلعون على القانون وعلى المسؤوليات المناطة لهم تجاه سلامة أبنائنا الطلاب. وهذا الحمد لله النتيجة اللي وصلنا لها أن في زيادة في استخدام وسائل النقل الخاصة بالنقل المدرسي، هناك زيادة 28% من 2010 إلى 2011، وإن شاء الله نتوقع أيضا زيادة في عام 2012 لأن أصبحت الثقة أكبر من أولياء الأمور. أكيد. في عند تطبيق هذا النظام. أكيد. طبعا الشكر موصول للشيخ حمدان ولكم، أكيد يعطيكم ألف عافية على هذا القانون، وإن شاء الله وأهم شيء هي سلامة عيالنا إن شاء الله. الأستاذ عيسى عبد الرحمن الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، يعطيك ألف عافية وشكرا على وجودك معنا اليوم. يعطيك العافية، ما قصرتي، وشكرا على اللقاء. شكرا لك. مشاهدي تواصلنا بيستمر معاكم في صباح الخير، تابعونا.